بسم اللغة العربية كنا نستمع نستمع في الغرفة وفي المقصف وغيرها وتحادث حول هذه الأمور وكم كنا حضرنا حينما ذهب إلى حينما انتقل إلى حيدرآباد انطلق إلى مسقط بلده فباركناه وهناه على اختياره أستاذ مشاركا ولكن تأسفنا أيضا بفراقه وغيابه من بين أيدينا ولكن حضورنا هنا كحضور أخ فارق أخاه ثم اجتمع بعد مدة لفترة يومين وإني أرجع بعد قضاء هذا اليومين كما كالمريض يرجع من بصحة يصيبه الطبيب أن يذهب إلى مصحة ويقضي فيها أياما ليضيل عن عناء السفر وعناءه الفكرية والذهنية ثم يرجع إلى بلده وأودعكم بقول هذا الشاعر تمتع من شميم عرار نجد تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لأنه عاد تلك الأيام التي قضيناها معا مع الدكتور ولي اختار الندوي وكذلك الأستاذ المشفق كالأخ المشفق البروفيسور عبد المعز معنا في رحاب جامعة دلهي مدة طويلة قصيرة ولكنها كانت تلك المدة حلوة جدا والذكريات تلك الأيام باقية حتى الآن في أذهاننا أشكره شكرا جزيلا لإعادة تلك الذكريات شكرا جزيلا الآن ألتمس من الأستاذ الدكتور منظور أحمد خان فليتفضل مشكورا ويقدم انطباعاته شكرا جزيلا رئيس الجلسة محمد مصطفى شريف ومنسق الجلسة دكتور عبد القدوس سيداتي وساداتي والأساتذة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أول مرة قمت بزيارة هذه الجامعة ولم أكن أتوقع أن هذه الجامعة قد ترقت ونمت وتطورت إلى هذا الحد ووجدت أن القائمين بأمرها هم مواطنون مخلصون إلى أقصى حد الإخلاص وفضل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرهم وفي حسناتهم لأن في هذه الأيام نرى أن الكل وراء المال فالكل يرشو وكل يرتشي فالحمد لله بأن العمارات والحرم الجامعي وكذلك أرجو بأن المستوى التعليمي هو فائق جدا وأن جهود هذه القائمين بأمر هذه الجامعة إن شاء الله ستستمر وتتواصل وفيما يتعلق بهذه الندوة من تجاربنا أنه فيما مضى عندما كان يعقد مؤتمر في جامعة أو في مؤسسة تعليمية فلم يكن هناك يعني أي إخلاص فيما يتعلق وأي تحمس فيما يتعلق بكتابة المقالات وبإلقائها وبعض المشاركين يعني
كانوا يحضرون الندوات والمؤتمرات دون أن يكون لديهم يعني مقالة مكتوبة. فالحمد لله يعني قد يعني ارتفع المستوى العلمي ومستوى البحث عند الكل الأساتذة والباحثين، ونرجو بأن هذا المستوى سيرتفع يوم بعد يوم، وإن شاء الله سيرتفع مستوى تعليم اللغة العربية والتعلم في المستقبل على أيدي الجيل القادم. فشكرا على حسن استماعكم، مع السلامة. شكرا للأستاذ محمد منذور أحمد خان لهذا التقديم الجيد الرائع. نحن استمعنا في هذين اليومين مقالات وآراء ومقترحات، كما أعتقد كل منا يرغب أن يقدم انطباعاته أو آراءه حول هذه الندوة، ولكن لقلة الوقت وضيق الوقت لا يمكن إتاحة كل فرد أن يقدم انطباعاته. لذلك أنا أوجه الدعوة إلى الأستاذ عبد الماجد القاضي أن يقدم انطباعاته الأخيرة، فليتفضل. مشكورا، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقف يذكرني ببيت لشاعر عربي: كانت محادثة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر، حتى التقيناه فما والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. أنا أرى أن هذين البيتين يتمثلان ما أريد أن أقوله بالنسبة ما رأيت هنا وما جربت في حرم هذه الجامعة الجميل. في الحقيقة هذه أول زيارة لي، ولما رأيت هذا المباني وهذه الأرض الطيبة وهذه الصخور السماء، في الحقيقة لا تبدو سماء كأن لها لغة منطوقة وتحتاج إلى من يحل شفرتها ويفهم لغتها. ولاحظت في الإخوة وعلى رأسهم أخونا الأستاذ عبد المعز وهذا الفريق من زملائه الذين تفانوا للعلم وقد أخلصت جهودهم لإنجاح هذه الندوة، ورأيت كأنهم يشكلون جزءا لا يتجزأ ويتجسدون تلك القيم التي تعد من قيم الحضارة التي كان يمثلها مولانا أبو الكلام آزاد. وكذلك أتذكر هناك بيتا آخر لحسرت مهاني: جب سے دیکھی أبو الكلام کی نثر نظم حسرت میں کچھ مزا نہ رہا. فأرى أن هذا القسم الذي هو في الحقيقة في طور طفولته قد شب وترعرع واشتد يعني ساعده، ونحن نستبشر بهذا ونتمنى لهم كل خير وتقدم في مجال العلم والبحث. أما بالنسبة لإقامتنا فيها خلال هذين اليومين في هذا الحرم الجامعي، فرأينا من الرعاية الأخوية الكريمة من الجميع، ولاحظنا أنهم كم سهروا وتعبوا على أن لا تبقى صغيرة وكبيرة إلا واعتنوا به. ثم رأيت أما ما يتعلق بالمحتوى والمضمون للندوة، فأرى أنه يعني في الحقيقة ناجح جدا. الندوة كانت ناجحة،
والبحوث التي قدمت فيها كانت بمستوى جيد، وكانت هناك مناقشات وتبادل الآراء. وفي الحقيقة أنا أرى أنه لا بد أن لا نداهن فيما يتعلق بالحق ونجاهر به، ولكن في جو يعني أخوي لا يعني نقدم هذه الأشياء بطريقة جيدة، والذي نحن تعلمناه من هذه الثقافة التي رضعنا بلبانها. بهذه الكلمة أنا أشكر جميع القائمين على قسم اللغة العربية، وكما أشكر المسؤول الجامعة على هذه الفرصة الطيبة التي أتاحوا لنا، ونتمنى لكم مستقبلا زاهرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن ألتمس من الأستاذ الدكتور جاود نديم فليتفضل ويقدم التوصيات التي وصلنا إليها في هذين اليومين لهذه الندوة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، رئيس الجلسة الختامية، وحضراتكم المشاركين والمستمعين. بعد سلسلة المقالات والملاحظات خلال اليومين استغرقتهما هذه الندوة الوطنية، وصلنا في نهاية المطاف إلى هذه التوصيات والمقترحات الأولى: توحيد المقررات الجامعية للدراسات الأدبية، وثانيا تحديد المقررات الدراسية حسب متطلبات الزمان، وثالثا إعادة النظر في معادلة الشهادات للقبول والتسجيل، ورابعا الاهتمام بتحسين النطق وتحفيظ الفقرات والقطعات الأدبية، وخامسة استخدام الشبكة والمواقع العربية مع استخدام الحاسوب، وسادسة ترتيب القواعد حسب مقتضيات المراحل المختلفة في التدريس، والسابعة استخدام المنهج التطبيقي لتدريس القواعد، والثامنة رفع نظام تدريس اللغة إلى مستوى نظام تدريس اللغات الأجنبية الأخرى، وتاسعا محاولة للحصول على خبرة جاذبة الطلبة من الدول العربية، ونهائيا إنشاء المختبرات اللغوية. هذه هي التوصيات وصلنا إليها في نهاية المطاف لهذه الندوة الوطنية. موافقون؟ إن شاء الله سنقوم بعرض هذه التوصيات والمقترحات لمدير الجامعة لاتخاذ الإجراءات لتوحيد المسار لتدريس اللغة العربية على المستوى الوطني، وتحسين المناهج لمستقبل أفضل للجيل القادم إن شاء الله. ونشكركم المشاركين لهذه المحاولات القيمة لتسديد خطى تدريس اللغة العربية، وأنا أشكر الباحث الدكتور عبد العليم الذي ساعدني على إعداد هذه التوصيات والمقترحات على شاشة الحاسوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتمس من الأستاذ البروفيسور سيد محمد مصطفى شريف لتقديم كلمته الرئاسية وتوجيهاته القيمة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، الأستاذ سيد علي مشرف الجائسي والأستاذ جاوید نظیم
ومنسق هذه الجلسة الدكتور عبد القدوس والدكتورة تابش حفظهم الله والأساتذة الكبار من الجامعات المختلفة والطلبة العزيزة والطالبات العزيزات سلام الله عليكم ورحمته وأولا مستهلا دعني أبارك وأهني القائمين والمسؤولين على عقد هذه الندوة الرائعة وأقص منهم الأستاذ الدكتور عبد المعيز حفظه الله علما أنه إنتاجنا الصافي أي هو خريج الجامعة الإسلامية نجاحه نجاحنا فوزه فوزنا وأنا أقول عنه وأنا أقول عنه وأنا أقول عنه دائما شاكرا الله سبحانه وتعالى ردت إلينا بذاتنا ولو بالتأخير الأستاذ عبد المعيز أستاذ مثالي كسر الله أمثاله فإنه لعب دورا هاما في تنمية اللغة العربية في القسم العربية بالجامعة العثمانية وأيضا له دور ملموس في جامعة دلهي وبعد تعيينه وإقامته بجامعة دلهي أصبح الأستاذ عبد المعيز حمدة الوصل بين الجنوب والشمال هذه الشخصية الجذابة هذه هي الشخصية الجذابة التي رغبت الأساتذة من جميع الجامعات الهندية من أرض كشمير إلى أرض كنياكوماري فله الشكر وأكرر وأقول أنه خلق جوا مثاليا جوا حيويا بعقد هذه الندوة وحينما قال لي أن عقد هذه الندوة نحن نعزم على هذه الندوة على حوض العنوان أنا كنت متشككا أن فوزي ونجاحي هذه الندوة لأن سبقت الجامعة الكثيرة بهذا الموضوع فمثلا الجامعة الإنجليزية واللغات الأجنبية بحيدرآباد هي التي نظمت الندوة الدولية حول هذه الندوة وأنا بنفسي كنت مدعوا في جامعة كاليكوت يعني إحدى الجامعة الكلية التابعة للجامعة كاليكوت حيث ألقيت الكلمة التوجيهية keynote address في نفس الموضوع ولأجل ذلك أنا اعتذرت أن أشارك على تجرباتي في الجامعة العثمانية كانت اللغة العربية مستخدمة كلغة العلوم الإسلامية سابقا في القرون الغابرة وتحولت هذه اللغة لغة اقتصادية بعد خروج النفط والآن هذه اللغة تستخدم كلغة استراتيجية لأغراض متعددة لأغراض سياسية تحولت الأقدار تبدلت الأغراض لأجل ذلك علينا أيضا نقوم بإدخال التغييرات المطلوبة لطلابنا الناشئين أيها السادة في عصرنا حاضر يعني عصر العلماء هناك فرص كثيرة للطلاب الناشئين ونحن جربنا تجربة جيدة في قسمنا كنا ندرس البيان والتبيين والكتب القديمة وكنا ندرس الدواوين للمتنبي وأبي نواس ولكن
في عصرنا هذا إذا عملنا بهذه المقررات لا تفيد لطلابنا. نحن في كل سنة نرسل على الأقل 10 طلاب إلى الشركات العالمية الكائنة بحيدرآباد، منها ستيام ومهندا ستيام إنفوسيس وبيبرو. طلابنا يعملون ويتخاذون الرواتب الجاذبة من 30,000 إلى 50,000 روبية، وهناك فرص كثيرة، وعلينا أن نغير مقرراتنا التي تلائم لبيئتنا المعاصرة. ولأجل ذلك هناك حاجة ماسة إلى إدخال الورقات الجديدة الحديثة في مقرراتنا. نحن جربنا ونحن فزنا إلى حد ما، فمثلا نحن أدخلنا 3 أوراق، فأولا أدخلنا العربية الوظيفية في الفصل الأول، هناك ورقتان عندنا، الورقة للترجمة فقط من اللغة العربية إلى الإنجليزية والعكس، وهناك ممارسة جادة على هذه الورقة. فضلا عن هذه الورقة هناك ورقة خاصة، الورقة الوظيفية العربية الوظيفية التي تستم في عصرنا هذا. لتلبية حاجات هذه الأصول علينا أن ندرب طلابنا على الخطوات الحديثة. الشركات الدولية تطلب منا، وهناك فرص كثيرة للمترجمين القادرين. أين هم؟ لسنا قادرين على إنتاج هؤلاء المترجمين المطلوبين من قبل الشركات